نحو حياة مثمرة، عنوان لمنصة أونلاين للتطوير الذاتي صممت خصيصا لتتناول حياة المرأة ذات الإعاقة. معي أنا مها، أم وأكاديمية، وأنا فادي، معالج نفسي ومستشار بمجال العلاقات الإنسانية. وين ما كنتي في البلاد العربية أو في العالم، رح تتعرفي على ناس ذات إعاقة وتبني شبكة علاقات داعمة، ونتشارك سوا قصة تغيير، إيمان ونجاح. هيدا الموك مبني على القاعدة الذهبية، نوعية علاقتنا بتحدد نوعية حياتنا ومدى سعادتنا. سارة من لبنان، دينا من مصر، وأمل من تونس رح يرافقونا برحلة تعتمد على أحدث المفاهيم والأدوات العملية المستوحاة من علم النفس الإيجابي ومن أهم المدارس المعاصرة بالنمو الذاتي والعلائقي لتكتسبي كل المهارات اللي بتحتاج لها حتى تكوني قبطانة حياتك بكل طاقة وحماس، جاهزين للبدء بمسيرة التغيير معك أنت مع أي شخص حابب يعيش تجربة استثنائية.